نجم الشحات مبروك منور الدنيا. و محمد عادل امام اداك علقه محترمه في عمهم وجيت له ثاني. ايه بقى برضو بتاخد حقك المره دي؟ انا المره دي واخد حقي. اه طب ما حلو ده. اه المره دي الفيلم حاجه تانية خالص. انا اتفاجئت والله. آه الفيلم اسمه بمناسب لما جاني كلموني قالوا لي الاستاذ رام عايزك في حاجه كده جميله يعني مع النجم الزعيم الصغير. قلت له طبعا يا ريت. في ايه بقى؟ فقال لي ده بمناسب وبيقول كذا. قلت بس هاتوهولي سيبوهولي هاخد حقي. حصل ضرب برضه فعلا وكده ولا المره كان دراما؟ لا ما حصلش ضرب. ده هو اصلا المره دي هو شخصيه تانية خالص. قلت بقى سيبوهولي بقى اطلع القديم والجديد فيه. حلو. انت اللي بتروق عليه. انا اللي بروق عليه في مشهد مع الاستاذ ماجد الكتواني. المفروض ان انا صاحب ماجد الكتواني شريكه في العمل يعني في العصابات والحاجات دي. فالمفروض محمد امام ابو نسب هو واخد بنته. فجيت انا في حتتي بقى. فكان هنا المفارقه بقى والضحك يعني مشهد الحقيقه انا بعتز بيه يعني. وبعتز ان انا بقابل محمد امام تاني الزعيم الصغير في حاجه ورا حاجه اللي احنا عملناها مع بعض قبل كده. ودي بتسعدني وبتسعدني كمان ان الاستاذ رامي امام هو اللي اثار ان انا ابقى موجود وبتاع. فدي حاجه حلوه جدا بالنسبه لي يعني. اكيد ناس كتير تعاطفت مع بيج رامي. يمكن كان بينكم خلاف رياضي. بس موقفه الاخير من الاحداث الجاريه وانه كمان ما راحش مستر اولمبيا. انت شايف ده ازاي؟ وهل ده ممكن يبقى سبب لان يبقى في صلح بينكم؟ رامي ابن بلدي. احنا بلديات. ورامي قد ولادي سنا. يعني انا رامي بالنسبه لي كنت اتمنى انه يبقى مستر اولمبيا 7 مرات 8 مرات. وانا مش سعيد ابدا انه بطل. انا مش سعيد. ولكن رامي شيء وكتر خيره انه عمل مستر اولمبيا مرتين. دي حاجه عظيمه جدا وتشرفنا كلنا. تشرف مصر وتشرف العرب وتشرف العالم ان مستر اولمبيا مرتين من بلدي. انا الشحات مبروك اللي عملت اللعبه في مصر وطلع رامي مستر اولمبيا مرتين بعد الشحات مبروك ما عمل كمال الاجسام في مصر. دي حاجه تسعدني واتمنى ان يبقى فيه رامي واثنين وثلاثه واربعه اسماء كتير جدا غير رامي كمان. ورامي ما فيش حاجه بيننا حصلت على فكره. هو خلاف رياضي بس مش لا ده مش بيننا. ده بين الناس مش بيننا احنا. ده بين الناس. هي الناس مش فاهمه ايه هو في ايه. انا بتكلم ان المنشطات في الهواه ممنوعه وفي المحترفين مش ممنوعه. هو ده بس اللي اتكلمنا فيه. أيوة. على فكره. وان انا راجل هاوي بطل عالم 11 مره في الهواه. وان رامي كان اياميها بطل عالم مستر اولمبيا كان لسه واخد مستر اولمبيا. أيوة. في المحترفين. والمحترفين ما فيهاش سقف في اي حاجه. دول ناس بيطحنوا بعض. احنا بنلعب باسم الدول اتحادات هواه. في اتحاد محترفين ده ملناش علاقه بيه. انا بلعب باسم مصر والاتحاد المحترفين بيلعبوا باسماء نفسيهم. هو ده كان الخلاف. بس الناس فاهمه ان احنا مش عارف بنعمل ايه. لا بالعكس ده له حتته وده له حتته. وانا حاليا مبطل وهو مبطل. فخلينا بقى نعيش المعاشات بقى. ربنا يديك الصحه حبيبي. ربنا يخليك. ربنا يخليك. شكرا.